عبد الرحمن فارس، انطلاقه ومحاوله، وادي الكره يوسف عدى وماشي عفيفي من ناحيه اليمين ولعب كره بينيه، ادي يوسف عفيفي داخل منطقه الجزاء، تعود الكره زعلوك والتصويبه والهدف الاول الاهلاوي، الهدف الاول الاهلاوي في احداث هذا اللقاء. يا احلى الناس، لعيب هداف قناص، ادي امامنا زعلوك بيسجل الهدف الاول في مباراه اليوم، وشوف الكره ماشيه تتهادى داخل الشباك. في بعض الاحيان مشاهدينا الاعزاء الكرم ياتي لمن يستحق، الكرم يأتي لمن يستحق. زعلوك حاول وبيحاول يرجع لمستواه وبيحاول يرجع للأهداف مرة تانية، وشوف الراجل استلم ولف ودار ولعبها على الرغم من ان الكرة ماشية بتتهادى كده، ولكن الى داخل الشباك وخدعت حارس المرمى فتحي مصطفى، حارس مرمى طلائع الجيش، علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول في مباراة اليوم. انطلاقة للاعب رأفت بيلعبها ناحية الشمال، هجمة اهلوية على الجانب الايسر من ملعب المباراة في احداث هذا اللقاء. معتز محمد بيلعب الكره لاسلام عبد الله، اسلام بيلعب لاحمد وحيد، لمعتز محمد مره ثانيه، وضغط من لاعبي طلائع الجيش وتمريرات من لاعبي الاهلي داخل منطقه الجزاء، ولكن خرجوا بالكره بشكل كويس، خرجوا بالكره بشكل كويس الحقيقه. ترجع الكره للاعب عبد الرحمن فارس اللي بيلعبها هناك ناحيه شمال للنادي الاهلي، الهجمه الاهلاويه، رأفت بيستلم وبيلعب الكرة في الوسط كده للاعب احمد وحيد، يتقدم امام بيعزم وبيسدد، حلوة حلوة ولسه، والمتابعة والهدف الثاني، والمتابعة والهدف الثاني الاهلاوي في مباراة اليوم. وادي بقى هنا امامنا اللاعب شيبة، اللاعب شيبة بيسجل يعني الهدف الثاني في مباراة اليوم، ومين زيك مين يا زين اللاعبين، حلوة من اللاعب محمد احمد سعد شيبة، بيسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم للنادي الاهلي، والهدف الثاني ليه ايضا على المستوى الشخصي. ادي بقى اصلاح التصويب، وادي الكرة الحلوة، وادي التصدي بقى من حارس المرمى فتحي مصطفى، والمتابعة، المتابعة بقى داخل منطقة الجزاء، وادي اللاعب الهداف مع نزوله في احداث الشوط الثاني، بيسجل بقى هنا اللاعب محمد سعد شيبة الهدف الثاني الاهلاوي في مباراة اليوم للنادي الاهلي اللي بيتقدم بيه على نادي طلائع الجيش. يوسف جمال في وسط الملعب، يوسف بيلعبها الى اللاعب ابراهيم عادل، ابراهيم عادل بيلعب الكره في الخلف عند اللاعب معتز، معتز محمد، معتز محمد، يا ولد يا ولد على التفويته الحلوه ما بين شيبه بقى، وادي شيبه، وادي شيبه، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، بيضيف الهدف الثالث في مباراه اليوم. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك، والهدف بقى الثالث في احداث هذا اللقاء لصالح اللاعب شيبه في مباراه اليوم، محمد احمد سعد شيبه بيضيف الهدف الثالث للنادي الاهلي على نادي طلائع الجيش في احداث هذا اللقاء، علشان تبقى ثلاثيه اهلاويه في مباراه اليوم. انما شوف الاسيست الرائع جدا في اللقطه اللي فاتت دي، وادي بقى الاستلام والكره الحلوه، كره حلوه الحقيقه اتلعبت، والراجل راح انفراد وعلى طول بباطن القدم بمنتهى الهدوء، ويعني لعيب هداف يا جماعه، لعيب هداف يا جماعه، وبيسجل بقى الهدف الثالث في مباراه اليوم للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. نقلات كده من جانب لاعبي النادي الاهلي، سيطره وثقه كبيره جدا طبعا للعيبه بعد التقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء حتى الان. وادي حسام عادل، حسام لتوأمه بقى ابراهيم عادل، كره ملعوبه اماميه، وادي الهجمه، وادي هشام مصطفى، هشام مصطفى تصويبه يا ولد على الرباعيه، الهدف الرابع للنادي الاهلي، وهشام مصطفى لعيب يا جماعه فنان، لعيب فنان ولعيب مميز جدا، هشام بيسجل الرباعيه للنادي الاهلي في مباراه اليوم، الهدف الرابع للنادي الاهلي في مباراه اليوم هشام مصطفى، تصويبه قويه جدا في اقصى الزاويه اليمنى لحارس المرمى فتحي مصطفى علشان تبقى رباعيه. وادي الاحتفال بقى وهشام بيسجل الهدف الرابع في مباراه اليوم، وادي الكره الملعوبه من اللاعب يوسف جمال الى هشام، والتصويبه القويه المركزه في اقصى الزاويه اليمنى والى داخل الشباك علشان الاهلي يتقدم بالهدف الرابع على نادي طلائع الجيش. وادي عبد الحميد حسن، ادي عبد الحميد حسن، والسعاده بقى للمدير الفني للنادي الاهلي،